اهلا وسهلا بحضراتكم. بالمناسبه كان امبارح في حاجه اسمها مؤتمر القمه العربيه، تسمع عنه حاجه؟ مؤتمر القمه العربيه ده، هل يعني حد تفاعل مع المؤتمر؟ حسب المؤتمر في تغيير ولا حاجه؟ المؤتمر كان بيتكلم على فلسطين وقضيه مركزيه عربيه، وفي 6 دول قاعده قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، 6 دول موجوده يعني بما فيها السودان. للأسف هيبقى دائما المرابطين والمرابطات في أرض المقدس، في القدس، في المسجد الأقصى، هيبقى دائما وأبدا المقاومين ورجال المقاومة الفلسطينية هم من يحملون هم تحرير فلسطين، ومعهم كل الأحرار في المنطقة العربية والعالم الإسلامي والعالم كله. هي حضراتكم الاعتداء اللي بيتم من فترة إلى أخرى على المقدسيين والمرابطين والمرابطات والقتل والاستشهاد وما حدث لأشقائنا في غزة، أمر يندى له الجبين، ويبقى الكيان الصهيوني على حاله. للأسف الشديد كنا بنتمنى من جامعة الدول العربية أن تصدر يعني قرارا قويا، ما علينا، إنما يبقى أن الأشقاء في فلسطين عارفين طريقهم، ماضين في طريقهم. الآن أتحدث إليكم في نفس اللحظة، الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين يقيم الآن مؤتمر إلكتروني ثاني لرواد ورائدات العمل للقدس وفلسطين في الأمة. هو ده العمل الحالي الآن حضراتكم، لا يكل ولا يمل. هؤلاء الشرف ورجال المقاومة والمرابطات حاجة بتقول لك هم عارفين طريقهم، هم لا يعني يشغلهم شاغل ولا يشغلهم مؤتمرات ولا ندوات ولا صالونات. الناس هو الميدان مع الكيان الصهيوني وجه لوجه، والمسافة صفر هي الحاسمة. كان للسيد خالد مشعل هي كلمة في هذا المؤتمر، ونشوفها ونرجع تاني. معنا مرابطة من المرابطات في المسجد الأقصى والقدس الشريف، نتحدث إليها ونستمع إليها عن واقع المسجد والقدس وفلسطين. عند حسن الظن في القدس والضفة، في غزة، وفي 48 في تل أبيب وفي الغور، ثم جاء دور الشتات، جاء صواريخ لبنان وصواريخ الجولان لتعبر عن انخراط الكل الفلسطيني، وحماس كانت العنوان الأبرز لهذا الانخراط. لذلك أدرك العدو خطورتين: خطورة أن تفتح كل الجبهات في لحظة واحدة، وخطورة أن يكون عنوان الصراع هو القدس والأقصى. لذلك بمكر نتنياهو دفع جماعته شركائه في الحكومة إلى التريث قليلا، لكن انتبهوا، نتنياهو يملك نفس المخطط، لكنه يريد أن يطبق ذلك بتدرج وبدهاء وبمخادعة، فانتبهوا. طبعا حضراتكم كلمة السيد خالد مشعل وفي هذا المؤتمر. زي ما قلت لحضراتكم، لا مؤتمر، انا لا اريد سوى عمر. اشقائنا في فلسطين عارفين طريقهم، رجال المقاومه عارفين طريقهم. طبعا ورغم كده حضرتك يعني عجبا لاهل فلسطين وخاصه المرابطات والنساء. والله حين استمع الى يعني سيده فلسطينيه سواء في غزه او في الضفه او في المسجد الاقصى، تشعر بقيمه الفخر والشرف ان هؤلاء لا يزالوا يمثلون هذه الأمة في أرض فلسطين. طبعا الاعتداءات حضراتكم مستمرة في القدس، وفي إبعاد لبعض المرابطين عن المسجد الأقصى، ولكن رغم إبعادهم عن الأقصى المرابطون بيصلوا على أبواب المسجد، ورغم ذلك تم الاعتداء عليه من قبل شرطة الاحتلال. ويعني هؤلاء المستوطنين والمنحرفين فيما يعرف ب حملة الإعلام ولا يوم الإعلام ولا هذول مستوطنين منحرفين حقيقة يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبارى لهم بعض المسلمين ويعني بدأوا يردوا عليهم، فحصل اعتداء من شرطة الاحتلال على هؤلاء المقدسيين والمرابطين والمرابطات. هي حيبقى دائما وأبدا حضراتكم يعني نقطة شرف من المسجد الأقصى ومن المرابطات الفلسطينيات. إحدى من تعرضت لهذا الاعتداء حقيقة المرابطة منتهى أمارة،
وهي مرابطة مقدسية. نشوف حضراتكم هذا الفيديو لحظة الاعتداء عليها ونعود لنستمع إليها عن شهادتها حول ما حدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الأستاذة منتهى أمارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. أستاذة منتهى، ممكن تحكي لنا عن هذا الفيديو وإيه السبب الرئيسي في الاحتكاك والتهجم على حضرتك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ طبعا هذا الفيديو يوجد منه الكثير. التعدي علينا يتم في كل مرة نذهب فيه إلى المسجد الأقصى المبارك، والذي لا نستطيع دخوله أصلا لأننا مبعدون عنه بقوة الاحتلال وبغطرسة الاحتلال الصهيوني فيه. فما يكون منا في هذه الأيام التي يتحدى فيها المستوطنون المسلمين في تواجدهم هناك إلا نذهب إلى مسجدنا الأقصى ونصلي على الأبواب، نحاول أن نكون في أقرب نقطة نصل إليها من المسجد الأقصى المبارك. كنا نجلس عند باب السلسلة، الباب الذي يخرج منه المستوطنون حينما ينهون عملية تدنيسهم للمسجد الأقصى المبارك. نصلي نقرأ القرآن عند باب السلسلة، فما كان من الاحتلال الصهيوني إلا أنه في كل مرة نكون فيها على هذه الهيئة أن يأتي ويقمعنا ويطردنا حتى من على الأبواب كي لا يكون احتكاك بيننا وبين المستوطنين. يعني أنا أريد أن أقول أنه وبالفعل تم تقسيم المسجد الأقصى مكانا زمنيا ومكانيا. يعني نريد أن نعترف بأن هذا الاحتلال في الساعات التي يتم فيها تدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك يفرغ المسار الذي يمشون فيه المستوطنين من جميع المصلين من في الوقت الذي يدخلون فيه وفي المكان الذي يصلون فيه. هذا يدل على أن المسجد الأقصى المبارك مستباح من قبل المستوطنين ومن قبل الشرطة، مقسم زمانيا ومكانيا. فهذا يعطي الخط الأحمر للعالم الإسلامي، أين أنتم من هذا كله؟ أين أنتم من هذا التقسيم الذي هو أمام أعيننا؟ نحن نمنع من دخول المسجد الأقصى المبارك والمستوطنون يدخلونه أمام أعيننا. نعم. ويعيثون به فسادا، ونحن ليس لنا إلا الله وإلا صوت الحق والتكبير، ومع ذلك يطردوننا ويضربوننا ويعتقلوننا ويسجنوننا ويبعدوننا أشهر وأشهر عن الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. نعم. أستاذة منتهى، يعني على ما يبدو أن هذه اللحظة كما نقل عبر وسائل الإعلام أنه كان بعض المستوطنين هؤلاء العنصريين الكارهين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. هل نعم. تشرح لنا يعني هذا الفعل كيف كان، وهذا كان سبب رئيسي للرد اللي حضرتك مشكورة وأيضا المرابطات الفضليات؟ نعم نعم نعم. بطبيعة الحال المستوطنون في هذا اليوم يحاولوا أن يعني يخرجوا كل الحقد الذي في قلوبهم.
يكسرون السيارات ويحاولون ويضربون من يستطيع من أهل البلدة القديمة ومن أهل القدس ومن كل مسلم يرونه، ولكي يغيظوننا يسبون ويشتمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أسماعنا، يريدون بذلك أن يغيظوننا لأنهم يعلمون أننا نضحي بالغالي والنفيس في سبيل رسولنا وديننا محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل ديننا وفي سبيل عقيدتنا. فما يكون منا إلا أننا عندما نسمعهم إلا أن نعلي صوت التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من طغى وتجبر، ونحن على يقين بأن الله سينتقم لنبيه وسينتقم للمؤمنين، وسيكون بإذن الله موعدنا مع النصر قريبا. هؤلاء المستوطنون الذين يدنسون المسجد الأقصى المبارك بإذن الله تعالى قريبا جدا سيكون إلى زوال، وسيكون الاحتلال إلى زوال. فهذا وعد الله ووعد رسوله ووعد الله حق يقين. نعم أختي منتهى، أيضا يعني ربما لا يعلم الكثيرين عن هذه القرارات الصهيونية بإبعاد البعض من المرابطين أو من المرابطات عن المسجد الأقصى. مشكورة، ممكن توضح لنا يعني تصدر هذه القرارات لماذا وضد من، والأجواء في اتخاذ هذه القرارات حول المبعدين عن الأقصى سواء من المرابطين أو المرابطات؟ نعم، في الحقيقة إن من يتم إبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك من المرابطين والمرابطات هم ثلة يمثلوا هذه الأمة، هم ثلة قليلة تقف في داخل المسجد الأقصى المبارك وتعلي صوتها أمام الاحتلال وأمام المستوطنين أن لا وجود لكم هنا، هذا المسجد مسجدنا وهذا الحق حقنا. وهم بذلك كل من يعرقل وجود المستوطنين داخل المسجد الأقصى المبارك أو عمل الاحتلال الذي هو ضد القانون أصلا أن لا يجب أن لا يكون في المسجد الأقصى المبارك أي محتل، كل من يعلي صوته أو ينقل الصورة للخارج بماذا يحدث داخل المسجد الأقصى المبارك، أو كل من يعترض ما يحصل من اعتداءات على حرمة المسجد الأقصى المبارك يتم اعتقاله ويتم إخراجه ويتم إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أشهر. يعني لك أن تتخيل أن من يبعد أمطار عن المسجد الأقصى المبارك لا يستطيع أن يدخل ويصلي فيه لمدة قد تطال الستة أشهر والثلاثة أشهر، وقد تمدد هذه المدة قبل انتهائها. فعلى سبيل المثال أتكلم عن نفسي، أنا من الداخل الفلسطيني، في الداخل الفلسطيني أبعد مسافة ساعتين من السفر عن المسجد الأقصى المبارك، وحينما أذهب إلى المسجد الأقصى المبارك وأقوم بواجبي كمسلمة حرة أبية يعني تأبى أن ترى من الاحتلال ما تراه ومن المستوطنين ما يفعلونه داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعلي صوتي بالله أكبر أو مجرد لاعتراضي على ما يحصل، يتم اعتقالي ويتم إبعادي عن المسجد الأقصى المبارك مدة ستة أشهر. وقبل انتهاء هذه المدة بأسبوع مددوا هذا الإبعاد أربعة أشهر أخرى، هذا كله لكي يحاول أن يبعد الأصوات الحية من داخل المسجد الأقصى المبارك. أستاذة منتهى، عملية نعم. الإبعاد هي عبارة عن قرار قضائي ولا قرار إداري؟ نعم قرار قضائي طبعا، هي من قبل الشرطة يعني. نعم، عندما نذهب إلى عندما يعتقلوننا يذهبون بنا إلى مركز القشلة وهو مركز شرطي مخابراتي يتم التحقيق معنا لساعات،
ويتم إصدار القرار من قبل قائد منطقة القدس، قائد الشرطة في منطقة القدس في بهذا الإبعاد. هذا القرار الظالم الذي ليس قانونيا، ولا حتى وجودهم ليس قانوني، فما بالك بإبعادنا عن المسجد الأقصى المبارك، وهو حق يعني تعترف به كل القوانين الأرضية. هم يبعدوننا ويمنعوننا من الدخول، وهذا هو وجه الاحتلال الذي الوجه الاحتلال البشع الحقيقي، والذي يمارس ضد المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك، وضد من وكل من له صوت حق في المسجد الأقصى المبارك. طيب يعني هل ممكن تشرح لنا اكتر او تشرح للمشاهدين اكتر عن طبيعة مسيرة الإعلام، فكرتها، طبيعتها، من يحضر فيها؟ هل هي معبرة عن قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي ولا قطاعات متطرفة فقط؟ طبعا مسيرة الأعلام هي عبارة عن مسيرة يعني من خلال هذا التاريخ الذي تم فيه توحيد، بالنسبة لهم طبعا، توحيد القدس الشرقية مع القدس الغربية، وأنها أصبحت تحت سيادة الاحتلال الصهيوني. في هذه الذكرى من كل عام يحشد آلاف المستوطنين لكي يعلنوا ولكي يروا العالم أن القدس تحت سيطرتهم وأنها إسرائيلية بالقول والفعل. فيتم حشد الآلاف من المستوطنين المتطرفين، وكل من سكن هذه الأرض منهم هو متطرف، وهو قاتل، وهو غريب عن هذه الأرض. فيتم في هذا اليوم يعني إغلاق شوارع البلدة القديمة ومدينة القدس أمام الحركة المسلمة وأمام حركة الأهل الأصليين، ويتم استخدام الشوارع والبلدة القديمة لهذه المسيرة ليعبروا عن جشعهم وعن حقدهم، ولكي يستطيعوا أن يقولوا أن هذا اليوم لنا وأن القدس لنا وأن هذه الدولة دولتنا. لكن سبحان الله، سبحان الله، يأبى الله إلا أن يتم نوره ويحق الحق على الكافرين. لأنه لو كانوا أهل حق لما حشدت لهم آلاف من الشرطة لتحرسهم، ولكي تكون لهم حماية من المسلمين أو من أهل الحق. هم يغلقوا الشوارع ويغلقوا البلدة القديمة ويمنعوا السكان من حتى الحركة داخل البلدة القديمة أو الخروج من منازلهم، ويغلقوا جميع المحلات التجارية ليعطوا للمستوطنين لينفسوا عن حقدهم وعن جشعهم وعن حقارتهم. فكل ما ينالوه بين أيديهم يحطموه، حطموا السيارات وضربوا المسنين وضربوا الشباب، وقد يعني قد يحاولوا قتلهم حتى يحاولوا القتل، ولكن سبحان الله ربنا الحامي، وحتى يحاولوا تكسير النوافذ. يعني هذا اليوم يكون يوم يعني للتنفيس عن حقد وجشع هؤلاء المستوطنين. فسبحان الله، ونحن نقول بإذن الله أمام هذه المسيرة التي تنتهي ويبقى أهل القدس في القدس. هم يذهبون ونحن الباقون. هم سيرحلون ونحن الثابتون، لأن الحق هو المنتصر والباطل إلى زوال. ولهم العبرة في كل من احتل هذه الأرض بزوال الظالمين عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس: هذه الأرض لا يعمر فيها ظالم. ومهما كان وجودهم في أرضنا فنحن على يقين بزوالهم وتمكين الله لأهل هذه الأرض المسلمين، وللحق الذي هو المنتصر دائما. مهما طال الظلام فهو إلى زوال، وسيبزغ فجر الحق بإذن الله، فجر الإسلام
وببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على هذه الأرض ستكون الخلافة الراشدة في آخر الزمان. نعم. على منهاج النبوة، وهذا قول رسول الله وصدق رسول الله، صلى الله ونحن عليه وسلم. ننتظر بإذن الله هذه البشريات. نعم صدقتي المرابة المقدسية الأستاذة منتهى أمارة، هذه الأرض لا يؤمر فيها ظالم، تبقى دائما وأبدا الأرض لأهلها والقدس لأهلها. تحية من الشارع المصري إلى القدس وإلى المسجد الأقصى وإلى المرابطين والمرابطات، أشكرك كل الشكر السيدة المرابطة المقدسية الأستاذة منتهى أمارة، كنت معنا من الداخل الفلسطيني لنعرف ما هو الحال الآن. طبعا حضراتكم زي ما قلت لكم في البداية، أحيانا أحد أي ما يستمع إلى سيدة فلسطينية مرابطة مقدسية، مرابطات، شباب، أطفال، تشعر بأننا بناخد دروس من العزيمة، من القوة، من الإيمان، من العقيدة، من الثبات، من الصبر، من التفاؤل، من البشريات. هكذا هم أهل فلسطين، فلسطين كلها المحتلة، غزة أو الضفة، القدس أو أي مكان أو أي شبر في أرض فلسطين العزيزة. شكرا لكل المرابطين والمرابطات. السيدة منتهى أمارة، كنت معنا حقيقة، أطلعتينا وأيضا أكرمتينا بهذه الجرعة الكبيرة من الحماس والثبات.